السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه، وشكر جزيل وخاص للناس اللي تدعمني وتتشاهدني وتتخلي لي تعاليق زوينه كتحفزني. شكرا لكم بزاف، ومرحبا باي واحد انضم لعائله القناه، مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كيف المعتاد اسرار حيل لكل ما يفيد سورتو للمبتدئات. ما كنقول لكمش بان طباخه ماهره، ولكن كنبارطاجي معكم تجربتي الخاصه. اليوم غنبارطاجي معكم الكسكسو اللي كندير، يعني التقليدي المغربي الاصيل اللي كنصايبو بالسميده ديال الزرع او القمح، كل واحد شنو كيقول لها، والاسرار اللي غادي نبارطاجي معكم بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش الخضره. اذا ما نحرقش المراحل، كنتمنى لكم فرجه ممتعه وبقاو حتى لنهايه الفيديو. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للخضره اللي كنحتاجو لهاد الكسكسو عاديه جدا، وبالنسبه للحم انا دايره لحم الراس ديال البقري وشويه ديال الدجاج، لانني انا ما كناكلش صراحه لحم الراس، فدرت ليا شويه ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا، وحتى الوليدات حتى هما. بالنسبه للخضره كيف ما قلت لكم عاديه، غير الخضره تكون جديده. هنا عندي القرعه الحمراء والبصله، لفت بالانواع ديالها، لفت المحفور، لفت العاديه، لفت الكتكون موف، ولفت النحاسيه. عندنا الكورجيت، القرعه اللي كتكون هكا مكركبه خضراء، لي شو مطيشه، اربعه ديال الحبات يكونوا كبار ومن الافضل يكونوا حمرين على هذا الشكل، هكذا كنتفاداو اي مواد حافظه. عندنا المزيوده الحاره تقدروا تضيفوا اكثر، خيزو، ربيطه ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا الخليط ديال زيت المائده وزيت الزيتون اللي تقدروا تكتفيوا غير بواحد منهم. عندنا سكينجبير، الابزار، الخرقوم البلدي والملح، وبطبيعه الحال الكسكسو كيخصو السمن، السمن الحار. وغادي نبارطاجي معكم حتى الحيله اللي قلت لكم بالوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضره وكيعدلوها، وكتبنن اصلا الكسكسو كتجي زوينه. كيف ما كتشوفوا هنا غنبداو نصبو مرق ديالنا. انا اخذت الكوكوط لاني خفت اللحم ديال الراس ما يطيبش. بالنسبه للبصله راني قطعتها مشنفه طويله على هذا الشكل. انا درت نص كاس خليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، كيف ما قلت لكم تقدروا تكتفيوا غير بوحده منهم. غادي نشعل النار على الكوكوط، غنوضع اللحم، لحم الراس لانه هو اللي غادي ياخذ ليا شويه الطياب ديال الدجاج، غنخليه حتى نقلي هذا شويه. كنضيف الملح ملعقة كبيرة، طبيعة الحال الملح تبقى حسب الذوق، يعني ملعقة كبيرة ما عمراش، كنبقاو نذوقو من بعد. إلا خصتنا الملح كنضيفوها، نحركو كنضيفو البصل، يعني جوج بصلات، وكتبقى الكمية على حسب المتواجد، ماشي ضروري أن يكون نفس الكمية اللي أنا دايرة، ويبقى داكشي على حسب عدد أفراد الأسرة. نخليه شوية تقلل هاد البصلة مع هاد اللحم. من بعد ما تقلات، بالنسبة للسر اللي قلت لكم، خيزوه كنحكوها في الحكاكه الرقيقه ديال المطيشه، وواحد اللفت كنحكوها حتى هي في الحكاكه الرقيقه ديال المطيشه، كنديروها مع اللحم اللي كيتقلى صافي، وكنحاولوا نحركوها حتى هي كتشحر مع داك اللحم كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيف دابا طريفات ديال الدجاج، وطبيعة الحال من غادي نحلو لقيتهم هما طاب الدجاج واللحم باقي، غنحيد الدجاج ونخلي اللحم يكمل الطياب. غادي نوضع التوابل ديالي، معلقة كبيرة ديال الابزار ما تكون معمراش بطبيعة الحال على حساب الوليدات، ملي كتكون الخضرة كثيرة راها كتشرب العطرية، يعني الكسكسو كيبغي العطرية. ايضا معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي،
عندنا معلقه كبيره ديال سكينجبير. كيف ما قلت التوابل دائما كتبقى عينك ميزانك على حسب الكميه اللي نتوما دايرين. من صراحه في الطياب ديالي ما كان يعني ما كناخذش المقياس هكا مضبوط، كندير عيني ميزاني. بالنسبه للسمن غادي ندير نصف الكميه، غنديرها دابا والنصف غيبقى حتى نبغي حتى الاخر تنبغي نسكن. كنحرك العناصر ديالي، ديك الخضيره اللي حكيت راها كتخطر حتى المرق وكتعطي واحد اللذه زوينه صراحه كيف ما كتشوفوا. كحيله وصافي بارطاجيتها معكم. بالنسبه للمطيشه هذوك الربعه ديال الحبات حيدت لهم الزريعه وطحنتهم في الخلاط الكهربائي مزيان بالقشره ديالهم، يعني هكا تنحصلوا على ديك الحموضه اللي كنبغيو. اللي بغى يصفيها يصفيها، حتى انا راني صفيتها ما يعني من ديك القشره اللي زايده اللي كتكون هكا كبيره وعطاتني هاد لاصوص هادي. من بعد ما تقلات لنا مطيشه على العناصر يعني وتغمرت لنا المرق جا مدغمر، دابا غنضيفوا الخضره اللي كتاخذ شويه الوقت في الطياب بحال لي شو واللفت بالانواع ديالها. غنخليوها شويه لان هي كتاخذ شويه الوقت في الطياب. الماء اللي كنمرقو به دائما كيكون غليان هكا كنحافظو على اللون ديال الخضره ديالنا. هنا كنمرقو في الجنب ديال الكوكوط، ما تنمرقوش فوق اللحم ولا فوق الخضره باش ما كنزولوش له العطريه. دائما كيف ما قلت الماء اللي تيكون غليان. ايما نخليو شويه الخضره ديالنا طيب شويه، سدوا عليها ونخليوها طيب لان يعني كتاخذ الوقت. بالنسبه للكسكسو كيف ما قلت لكم الكسكسو او السميده ديال القمح او الزرع واحد شنو كيقول لها، المهم كيكون هكا الحبات ديال الزرع مفسخين هكا مطحونين مزيان تيجيو رقاق بحال السميده. اذا غادي نفتل معكم هذه السميده، كتجي ساهله صراحه وكتجي صحيه وكتجي معلكه بحال البلبوله ديال الشعير. انا كتجي بنينه صراحه هذه انا ما كنديرش نهائيا السميده او الكسكسو اللي كيتباع ما كنديرهمش، هذه هي المعتمده عندي. وغتلقاوني حتى تلكم في واحد لا فيديو في الاول ديال القناه راه نفس السميده هي اللي كندير انا دائما واللي كلاها عندي صراحه. شكون اللي شجعني نحط لكم هاد لا فيديو؟ هما الجيران صراحه ملي داقوا عندي هاد الكسكسو قالوا لي كسكسو رائع. ولاو حتى هما كيعتمدوا هاد السميده هذه، ما كانوش عارفينها اصلا فين كتباع، كنلقاوها عند الطاحونه عند مول الطاحونه ولا الهري الكبير. انا كنجيبها صراحه من الطاحونه. المهم الفتيل كيكون على هاد الشكل، كنديروا شويه د الماء بشويه وكنبداو نحركوه هكا بيدينا بجوج، كل واحد وطريقته باش كيفتل. يا صراحه هاد الفتيل ديال الشلوح ولكن خصو يكون في الارض، يعني هكا كيجي ساهل وكيجي مريح اكثر. هنا فوق البوطاجي تيجي شويه صعيب. المهم كتفتلو كتبقاو تضيفوا شويه بشويه الماء، ما تكثروش الماء باش ما يجيكمش صعيب، يعني شويه بشويه ملي كتحسوا بالكميه اللي درتو الاولى راها نشفات شربتها السميده كنعاودو نضيفوا شويه حتى كنحصلوا على الغلظ اللي بغينا للكسكسو، سواء غليظ ولا رقيق. انا غادي نديرو متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ.
راه ما كتاخدش الوقت في الطياب بحالها بحال السميدة عادية، تهي ثلاثة ديال الفورات. بالنسبة للخضرة راه حنا غسلناها مزيان، راه كتشوفوا غسلتها مزيان، حكيت الكورجيت ديالي كلشي حطيته على جنب باش غير نحل الكوكوط نوضع الخضرة ديالي. بالنسبة للكسكسو كيف ما كتشوفوا ها هو راه تفتل صافي، هاد القياس صافي هو اللي مناسبني، ما غاديش نزيد نضيف اكثر، ما نزيدش نغلطو اكثر، صافي. غادي نديروه يفور الفورة الاولى ونفس الطريقة كما كنديروا الكسكسو عادي. كيف ما كتشوفوا راه فار الفورة الاولى. بالنسبة للخضرة راني ضفتها غنحلو، غادي ندير له الماء ونخليه يتشرب، وحاولوا ما نكثروش الماء، يعني ما نديروش الماء بالكثرة باش ما يجيناش هكا معجن وما يبغيش يشرب داك الماء، يعني غير شوية بشوية. وحنا كنحركوه هو كيشرب يعني دغيا، ما كيتعطلش، كنحسوا باللي الا كان خاصتو الماء كنضيفو، الا كان صافي راه صافي بحال كيما كنصايبو الكسكسو عادي. كنعاودوا العمليه يعني كيف ما قلت لكم ثلاثه ديال المرات. دابا راه فار المره الاولى، غادي نرجعوا المره الثانيه والمره الثالثه. في المره الثالثه كنضيف الملح، كندير فيه شويه ديال الملح في المره الثالثه، يعني اخر فوره غنحطها كندير له الماء بحال هكا وكندير له الملح. ما تنديرش انا الزيت نهائيا للكسكسو، راكم لاحظتوا معايا ما تندهنوش بالزيت، ما تنديرلوش الزيت نهائيا، غير ما تكثروش ليه الماء، راه ما كيجي لا معجن لا حتى شي حاجه، ما كتحتاجوش ديروا له الزيت نهائيا. واحد الاضافه الا بغيتوا ديروا في اخر مرحله شويه ديال زيت الزيتون. المهم راه كيفور الفوره الثالثه كيف ما كتشوفوا، المرق ديالنا راه طاب يعني واجد، كنتسنى غير الكسكسو الفوره الثالثه ونشوفوا كيفاش كيجي. كيجي صراحه خاطر، تجي المرق رائع. الخضره راه كتطلق الماء، كنمرقو حتى كيف شفتوا، حتى كنغطيو الخضره من قبل، يعني هذه الاضافه ما قلتهاش لكم. هنا ضفت البقيه ديال السمن، وكيف ما قلت لكم ضفت انا غير جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء اللي ضفت، من الافضل انكم تمرقوا في الاول باش هكا ما كتحتاجوش تضيفوا بزاف الماء. اذا غادي تفور الايفور اللي هي الكسكسو ديالي، وغادي نسقي وغادي نتلاقاكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالي. هذا هو الكسكسو ديالي كيف ما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل هذا. كنحطوا المرق معاه وكنرافقوه باللبن، راكم عارفين المغاربه كلشي عارف هذا الشيء. انا ماشي طباخه ماهره ولا، انا غير كنبارطاجي معكم تجربتي في الطبخ وداك الشيء اللي كنعرفو اللي تعلمته من بطبيعه الحال من الجدات من الام ديالي. هكا كيجي صراحه، كيجي معلك وتيجي بنين، كيجي بنين صراحه، كيجي بنين بزاف وصحي. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، وشكرا لكم على المشاهده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.